تنظم مؤخرا الدوري الوطني للشركات اللي هي البطوله المهنيه للشركات. صراحه الدوري كان في المستوى. بالمناسبه كنبغي نشكر الفرق المشاركه على العطاء المتميز ديالها وعلى الروح الرياضيه. الدوره عرفت تتويج شركه فونتيك باللقب بحيث فازوا بالبطوله الوطنيه. التفوق ديال الشركه ديالنا كان منذ البدايه بحيث فزنا بجميع المباريات دون هزيمه. كان عندنا احسن دفاع، احسن هجوم، احسن حارس. بالمناسبه نبغي نتوجه بالشكر الى لاجونس تو برادر في شخص سي عماد وسي عثمان، صراحه اللي كان التنظيم ديالهم تنظيم جيد وتنظيم محكم. وما دوزنيش الفرصه بلا ما نتوجه بالشكر الى اداره الشركه، شركه فونتيك، على راسها السيد المدير العام الحاج محمد طلالي، صراحه اللي قدموا لنا المساعدات الماديه والمعنويه والملاحظات منذ البدايه. وكنبغي نشكر جماهير اللي ساندتنا من قريب ومن بعيد، وكنتمنوا من الله نشرفوا المغرب في البطوله القادمه.